عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة تكنو هاي انفو. اليوم ان شاء الله غادي نجيتكم بواحد الفيديو جديد، واحد الفيديو اللي كيهم واحد مجموعة من الشريحة ديال الناس. يعني هو عنده علاقة بالسجل الموحد، لان كاين الناس بزاف وقع لهم هاد المشاكل في السجل هذا، يعني بخصوص المؤشر الاجتماعي ديال الأسرة. هذاك المؤشر أغلبية الناس وقع لهم أنه المؤشر جا طالع. علاش طالع؟ لأنه بناء على واحد المعلومات اللي تم تصرح بها في الأول، وصافي يعني ديك المعلومات بناء عليها تعطى واحد تنقيط هو اللي يجعل أن ديك المؤشر يطلع. دونك أنا إن شاء الله غادي نشوف معكم طريقة كيفاش دير واحد طلب ديال التحيين ديال المعلومات، يعني كيفاش ديروا تحيين ديال المعلومات ديالكم، يعني هذيك المعلومات اللي صرحتوا بها في الاول كيفاش ديروا التحيين ديالها. ما معنى التحيين؟ هو انكم تقولوا حنايا تبدلوها او لا تديروا لها واحد ميساجور، يعني ما عرفتش كيفاش غادي هذا. ديك ساعتك مي غديروا التحيين بناء على واحد الطلب اللي غادي تسيزيوه في الموقع ديال السجل الموحد في الحساب ديال كل واحد، لان اي واحد سجل في السجل الموحد راه عنده واحد الرقم، كيدخل الرقم ديالو وكيدخل واحد الكود راه تعطالو تما في واحد الورقه. اذا كتدخل الرقم والكود ديالك وصافي كتدخل كتعمل ديك الطلب. دابا نتوما ان شاء الله غادي تتبعوا معايا، غتبعوا معايا المراحل كامله، وغادي يعني كيفاش غادي تديروا هاد الطلب، فين غتمشي، وديك الساعه انا غادي نشرح لكم كل شيء. اذا على بركه الله غنبداو الفيديو. اذا اول حاجه هي انكم كتمشيو للموقع ديال السجل الموحد. هذا الموقع هذا انا غنخلي لكم في صندوق الوصف، غتسكيو عليه. مي غتضغطوا عليه اذا غتخرج لكم هذه الصفحه هذه. شنو كيطلب منكم؟ كيطلب منكم المعرف الرقمي، المعرف الرقمي ديال رب الاسره، ديال رب الاسره يعني الام او الاب، ولا يعني كتدخل المعرف الرقمي وكتدخل كلمه المرور. يعني هادو كيف ما قلت لكم راه هما معلومات كتعطى لكم في الاول ملي كتسجلوا، كتعطى لكم الورقه فيها كل شيء. اذا من بعد الى مثلا ما عرفتوش اولا داك الرقم كلمه المرور مشات لكم، هذيك الساعه نشوف معكم واحد الفيديو اخر كيفاش ترجعوا كلمه المرور. اذا من بعد كيكون عندكم الرقم معرف وكلمه المرور كتدخلوهم وكتعملوا تسجيل الدخول. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هذه الحاله هذه، اي عندها المؤشر طالع، عند المؤشر يعني الحالة 9.48. نورمالمون المؤشر خصو يكون 9.32، يعني باش تقدر أنك تستفد من لامو خص يكون عندك المؤشر 9.32. إذا شنو غنعمل في هاد الحالة هادي؟ يعني الطلب ديال تحيين المعطيات، كتسكيو على هاد، كتمشيو من هنايا يعني هاد ثلاثة ديال، نحاول نقربها لكم، مشيو من هنايا ثلاثة النقيطات، وعتعملو خدمات في مركز خدمة المواطنين، عتعملو إيداع طلب تحيين المعلومات، هو هذا كيخرج لكم بحال هيدا، هيا إيداع طلب تحيين المعلومات، عتعمل أريد إنشاء طلب جديد. يعني انت بالنسبه لك عاده تعمل طلب جديد، غادي تعمل طلب جديد. اذا شنو كيطلبوا منا من هنايا؟ واحد مجموعه المعلومات بسيطه، ماشي شي معلومات اللي هي صعيبه. اذا هنايا الرقم المعرف ديال رب الاسره، السميه ديالو، تاريخ الميلاد، هنا واش ذكر ولا انثى على حسب رب الاسره، واش ام ولا الاب، ربما كيكون الاب متوفى ولا شي حاجه. رقم البطاقة الوطنية، هنايا العنوان، يعني
كتعمل هنايا، كتحدد من جهة طنجة تطوان مثلا، أو جهة الدار البيضاء، ولا يعني كل واحد كيحدد الجهة اللي هو فيها هنا العمالة. المهم أنا غادي نحاول ندخل هاد المعلومات باش ما يكونش الفيديو طويل، ندخل هاد المعلومات ونرجع نكمل معاكم. من بعد ملي كتدخلوا داك رقم التحقق وكتعملوا تاكيد، شوف شنو كيكتبوا لكم، كيقول لكم المرجو فقط المعلومات المراد تحيينها. اذا كتعمل له اغلاق صافي، هو كيخرج لك هاد بحال هيدا. مثلا الا كان العواول وداكشي كتعملوا اضافه الفرد، اضافه فرد كيعطيك هنا الرقم معرف ديالو واليوم والشهر والسنه واش ذكر ولا انثى، كتعمل تاكيد. اذا كتضيف العواول كاملين، انا غادي نحاول نضيف العواول نعاود نرجع معكم. من بعد ملي كتعمل اضافه فرد، ملي كتعمل يعني غير رقم معرف وتاريخ ازدياد، كيعطيك هذا الميساج كيقول لك تمت اضافه الفرد بنجاح. كتخرج لك هاد المعلومات، يعني كل واحد خصك تعمل له صله القرابه. مثلا هذه غتعمل له الاب او الابن مثلا على حسب صله القرابه، واش الزوج، واش الحاله العائليه ديالو في وضعيه اعاقه، اذا كان نعم كتعمل له نعم، اذا كان لا كتعمل له لا. مستوى تعليمي كتعمل له المستوى التعليمي ديالو، واش اعدادي واش ابتدائي، واش هنايا كتحدد له شمن شهاده اللي حصل عليها، واش متمدرس ولا لا. الوضعيه المهنيه كتعمل له بانه تلميذ طالب او لا، اذا كان خدام او لا. من الاحسن يعني تعمل عاطل عن العمل وصافي. يعني هنايا اذا هاد الصفحه اللي كتخرج الثانيه هي الصفحه خاصه بالمعلومات ديال ديك الابن او الزوج او الزوجه اللي كتضيف يعني المعلومات عليها، صله القرابه، الحاله العائليه، مستوى التعليمي، والشهاده اللي محصل عليها، وكتعمل تسجيل. اذا هنايا كيقول لي بان رب الاسره مازال ما عندوش المعلومات كافيه، غادي تحاول انك ترجع لرب الاسره وتكملوا المعلومات عاد رجعت. اذا نعملوا هيدا، نعملوا الغاء رب الاسره هو هذا، غتجي هنايا غتعمل اتمام، هنايا غتكمل له المعلومات ديالو، الحاله العائليه ديالو، مستوى التعليمي مثلا الحاله العائليه. انا غنعمل هيدا اذا بدون شهاده لا، هنايا عاطل عن العمل، كتعمل تسجيل. اذا هنايا كتجي هنا كتكمل المعلومات. اذا كيف ما قلت لكم عاد دخلوا معلومات ديال القرابه ديالو، غتعملوا تسجيل، عاوتاني اضيفوا الفرد الاخر الى اخره، حتى تكملوا الاسره كامله اللي داخله معكم. اذا من بعد ما كملت المعلومات كامله، اذا كيف ما شفتوا معايا رب الاسره كتكملوا له على المعلومات ديالو، وكتعملوا اضافه الافراد ديال الاسره يعني الابن الابناء يعني من الابناء او الاولاد، وبالنسبه للزوج او للزوجه. اذا ملي كتعملوا الاضافه وكتضيفوا له المعلومات كيف ما شفتوا معايا، كتعملوا التالي. اذا هنايا التالي، اذا هنايا كيعطيوك معلومات اللي خاصه بيانات اجتماعيه الاسره، يعني ممتلكات، النفقات. اذا هذا هو اللي كيكون واقع فيه المشكل، بحال دابا هنايا السكن، هنا الممتلكات، واش لاقط هوائي، يعني هذا واحد المعلومات، مجموعه من المعلومات كتدخلوهم، نفقات كهرباء اذا كانوا، نفقات الماء، نفقات الغاز، يعني بنادم يكتفي انه يعمل بوطه وحده، نفقات ديال الهاتف مثلا مثلا شحال كتشارجي 30 درهم. هنا يورش خدمات، واش كاين شي واحد كيستافد من السناسس او لا. المهم اذا الواحد يحاول انه يدخل هاد المعلومات. بعد ما دخلت انا المعلومات اللي كتخص خصائص السكن، عدد الغرف، هنا الممتلكات، نفقات ديال الكهرباء اذا كان العداد
غتعملوا العداد، وهنايا غتعملوا شحال في الشهر، واحد العدد تقريبي. بالنسبة للماء كذلك، نفقات ديال استهلاك الغاز يعني بوطة واحدة مثلا، عاود بالنسبة للهاتف أنه لا يوجد هاتف واحد فقط، يعني أغلبية راه معروف الهاتف ديالهم 30 درهم في الشهر. يعني هنا الولوج الخدمات كتعمل لا لا، وكتعمل التالي. اذا هنايا كتعمل التالي كيف ما كتشوفوا، هما المعلومات خرجوا كاملين. كتعمل كتكوشي هاد الطلب هذا وهذا، يعني هاد جوج ديال هادو بجوج بهم كتكوشيهم، وكتعمل تأكيد الطلب. يرجى طباعة الاستمارة وتوقيعها وإيداعها في مركز خدمات المواطنين التابع لمقر سكنكم. إذا ملي كتعمل تأكيد، أي تخرج واحد الاستمارة، ديك الاستمارة كتحطها يعني كتخرجها وكتأمبريميها، كتخرجها كتأمبريميها وكتديها المقاطعة ديالك، كتحطها باش هما كيكملوا لك الاجراءات، وبالتالي كيعملوا لك واحد المراجعه للمؤشر وكيطيح لك المؤشر ديالك. اذا من بعد انا ان شاء الله غادي نشارك معكم النتيجه ديال هذا الطلب هذا. اذا من بعد ما عملنا الطلب ديال المراجعه ديال المؤشر الاجتماعي اولا تحين معلومات كيف ما شفت معكم، من بعد واحد 24 ساعه اولا ما وصلش يعني 24 ساعه، كترجعوا نفس الحساب ديالكم يعني في الموقع ديال السجل الاجتماعي الموحد، كتدخلوا الرقم ديالكم و يعني رقم ديال رقم معرف ديالكم، وقول حنايا الكود. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا بان المؤشر الاجتماعي راه طاح من هذه الحاله هذه، من بعد ما كانت 9.4 ولا 9.1. اذا كيف ما كتعرفوا بان بالنسبه لهاد السجل الاجتماعي الموحد، اول حاجه بعد ما كتحصلوا نتوما على الرقم المعرف ديالكم كتسجلوا الاولاد ديالكم، ومن بعد كتعملوا تحيل المعلومات اللي خاصه بكم يعني من ناحيه السكن الى اخره، مهم معلومات كامله، وكتامبريميو داك المطبوع هذاك وكتمشيو به لاقرب مقاطعه. اذا بهيدا كنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، والى فيديو اخر ان شاء الله. واللي عنده اي تساؤل، من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن اعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.